يعني أقتبس من كلمات هذا التقرير وأستضيف السيد نهاد أبو غوش الباحث في الشأن الإسرائيلي ضيفا من مصر على الهواء. سيد نهاد، خيط رفيع للغاية مما ذكره هذا الرجل، هذا المواطن، هذا الغزاوي، هذا الفلسطيني. ماذا قال؟ قال بلغة فلسطينية مبسطة: صرنا عظام، صرنا من غير أكل ولا ماء ولا دواء ولا شرب ولا كهرباء ولا إنترنت. السؤال وأفتحه معك ربما يكون سؤالا فضفاضا يا سيد نهاد، من أي زوايا ترى غزة بعد 5 أشهر من العدوان، بعد كل هذا الدمار والخراب وعمليات القصف، من أي زوايا ننظر له؟ هل بعين الرأفة فقط ونكتفي بهذا القدر؟ هل أنه حالة في الدنيا ينتهك في داخلها كل شيء في كل شيء؟ هل بننظر لها أنه التحرك من كل الجهات، كل الجهات يا سيدنا هاد، لم يكن على المستوى المطلوب؟ هل بننظر لها من زاوية أننا ما زلنا في انتظار لهذا المجتمع الدولي بين هلالين، أو حتى لهذه القرارات من محكمة العدل الدولية حتى لو كانت منصفة؟ وهنا أشير إلى عامل الوقت، وأشرت معك يا سيدنا هاد عليه من قبل. من أي زوايا تنظر إلى غزة سيدي؟ تفضل. صباح الخير ويعطيكم العافية، وتحية لكم وللمشاهدين. أهلين. الحقيقة يعني يصعب العثور على مثال يكثف كل القضايا الإنسانية والسياسية، التاريخ مع الجغرافيا مع المشاعر مع البطولة مع الألم، مثل قضية غزة. صحيح أن القضية الفلسطينية عمرها يعني لو عدنا إلى المؤتمر الصهيوني الأول ثم وعد بلفور يعني حوالي قرن وربع القرن، لكن طوال هذه المدة لم نجد مثل هذه الحالة المكثفة التي تحتشد فيها كل صنوف الإجرام والبشاعة والفظائع. وفي نفس الوقت هناك أيضا نماذج بالمقابل، نماذج بطولية، نماذج مجيدة، نماذج للصمود والبسالة والشجاعة والقدرة، قدرة على مواجهة هذا الوحش المجرم. يعني في تراثنا العربي الإسلامي كثير من الصور البلاغية التي تتحدث عن الدم في مواجهة السيف، أو الكف في مواجهة المخرز، الضعيف في مواجهة القوي. ها هو مثال يعني يتجسد على أرض الواقع بحقائق يومية وليس فقط لمرة واحدة، معنى كل يوم هو نموذج للحم في مواجهة السيف أو اللحم في مواجهة الحراب. وها نحن نرى النماذج تمتد على امتداد كل هذه المرحلة، 4.5 شهور من جهة زماناً، وكل مساحة قطاع غزة مكاناً، والعالم كله يراقب ويعجز عن التأثير وعن الفعل. طبعاً مع كل التقدير لكل مظاهر التضامن الصادقة التي تعم العالم كله، على امتداد العالم العربي والأجنبي، دول، حكومات، حركات يعني اجتماعية، حركات جماهيرية، نقابات، أكاديميون، يهود، مسيحيون، مسلمون، بوذيون، على امتداد العالم أصبحت غزة قضية العالم. وربما هي المرة النادرة من المرات النادرة في التاريخ التي تستطيع فيها قضية محلية من العالم الثالث التأثير على القضايا الداخلية في السياسية الرئيسية في الولايات المتحدة على سبيل المثال، قضايا الانتخابات للرئاسة، وكذلك على أوضاع الاصطفافات الحزبية والسياسية في دول أوروبا الغربية. في بريطانيا هي أزمة رئيسية الآن داخل حزب العمال هي الموقف من غزة. طفل صغير سيد نهاد، طفل طفل صغير في غزة رأى مشاهد لبكاء بعض الأشخاص، فتساءل لما تبكي عمو؟ لماذا؟ بلغة بسيطة يعني أنقل لك تفصيلات ما قاله هذا الطفل الصغير. يعني فقال له أنه مشاهد الأطفال مؤثرة، موجعة، مؤلمة. فقال له عمه: طيب لماذا لا يدافع عنها أحد؟ فتساءل الرجل من دون إجابة، وتساءل الطفل من دون أن يتلفظ الكبير العاقل الفاهم المدرك بأي إجابة مقنعة. فتساءل الصبي الصغير هذا الطفل وقال: لماذا كل هذا الوهن في العالم في مواجهة قضية غزة؟ لما هذا الضعف العالمي في مواجهة هذه الكارثة؟ لما كل هذه الدرجة من الانتظار وكأن عامل الوقت
لا يؤثر مطلقا في سفك الدماء وفي حياة هؤلاء. بما نجيب يعني ونحن نحلل الآن أنا وحضرتك، ربما يعني آخر تحديث أنه هناك شهيد وعدد لم يتم حصره من حالات الإصابة والجرحى على الشقة السكنية في رفح، في جنوب قطاع غزة، في آخر بقعة وشبر أرض غزاوي يطاله هذا القصف الإسرائيلي، يعني لا مكان بعد رفح، يعني لا مكان في غزة باستطاع الناس إنهم ينزحوا أو يهجروا بالقوة قصريا إليه أو حتى يلجأوا إلى مكان آمن فيه. فالسؤال، لماذا كل هذا الضعف يا سيد نهاء؟ يعني كيف نفسر هذا الأمر بالتاريخ؟ يعني أنا وراءك الكتب مكدسة في الخلفية يا سيد نهاء، ما الذي سوف يكتب فيها عن قضية غزة بعد 100 عام من الآن؟ كيف سيبرر هذا الضعف في العالم؟ يعني هو وقعت فظائع على امتداد التاريخ، وقعت فظائع شبيهة بغزة، ولكن الفارق الآن أن غزة تجري فيها الفظائع بالبث الحي والمباشر بالصوت والصورة، كل العالم يشاهد ويعجز عن التدخل. نحن في فلسطين يعني عايشنا مجازر ومذابح على امتداد المشروع الصهيوني بالأربعينات ثم بالخمسينات والستينات والسبعينات وحتى الآن، لكنها لم تكن موثقة، لم نكن نراها، كنا نسمع عنها من الناس. هنا ذكرتني بما قاله أحد الوزراء الإسرائيليين وفي كتير وزير سابق يعني تعليقا في أحد الصحف، قال حين ألقت الولايات المتحدة القنابل على هيروشيما وناغازاكي لم يعني تخاطب السكان ولم تطلب منهم إيجاد ممرات آمنة للمدنيين. يعني حين يصل القرار السياسي إلى درجة يعني القرار بارتكاب جريمة لا يعود يراعي الاعتبارات لا الإنسانية ولا الأخلاقية ولا، وهو طبعا بذلك يريد أن يبرر كل الفظائع التي ترتكب الآن في غزة ويعفي الجيش الإسرائيلي من أي مسؤولية تجاه المدنيين بحجة أن غزة كلها هاجمت إسرائيل فعليها أن تدفع الثمن. حتى المسائل الإنسانية لا تراعى على الإطلاق ولا يشار لها. هذا يدل على مدى قبح هذا العالم، على مدى إجراميته، تحديدا الغرب المهيمن وتحديدا بالضبط يعني مراكز القرار، ولا أتحدث عن الشعوب والقوى الاجتماعية والنقابات العمالية، أتحدث عن مراكز القرار الصناعي النفطي المالي الإعلامي، هذا الذي لفق الأدلة ضد العراق فخاض حربا مدمرة ذهب ضحيتها أكثر من 1.5 مليون عراق، وكلنا كنا شهودا على ذلك ونعرف أيضا الأكاذيب التي كان يلفقها جورج بوش الابن ويرددها توني بلير والعالم الغربي كله يعني يستجيب لها وينخرط في الحرب ضد العراق. فإذا متخذو القرار، المجمعات الصناعية العسكرية، شخصيات مقررة في الإدارة الأمريكية وفي الغرب الأمريكي